السلام عليكم متابعينا الأعزاء. الشعارات تراهم في كل مكان، ويمكن في كثير من الأحيان أن يؤثروا على القرارات والمشتريات التي تقوم بها. بالطبع نحن نتحدث عن الشعارات. تنفق الشركة الملايين على تصميم الشعارات التي لا تساعد فقط على جذب انتباهكم، ولكن يمكنها أيضا أن تنقل لكم رسالة مخفية في بعض الأحيان. لنلقي نظرة على هذه الشعارات، وسترى أن هناك أكثر مما تراه العين من شفرات الحلاقة لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. الكونتيننتال. فالأفراد المهتمون بالسيارات والشاحنات سوف يعرفون أن كونتيننتال هي شركة سيارات ألمانية، وهي اسم معروف لإطاراتهم. ولكن ماذا عن الأفراد غير المهتمين بالسيارات؟ سوف ينظروا إلى هذا الشعار ولن يكون لديهم فكرة عن ماهية الكونتيننتال. هل هي شركة طيران أم نوع من الإفطار؟ قام المصممون بإضافة صورة مخفية في هذا الشعار لمساعدتك على التذكر. انظر إلى الحرفين سي وأو، سترى أنها تكون شكل إطارات ثلاثية الأبعاد بها خط أو جدار كامل مطاطي أبيض اللون. توستي توز. رأينا جميع هذه المنتجات في محلات البقالة، وربما استخدمنا كيسا من رقائق التورتيلا عند التجهيز للعبة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع. ولكن هل سبق لك أن لاحظت بالفعل ما هو مخفي في الشعار؟ انظر إلى حرفي التي والآي، هم في الواقع شخصين يغمسون رقاقة في وعاء من الصلصة. هذا بالتأكيد واحدا من تلك الأشياء التي بمجرد رؤيتها لا يمكنك أبدا أن تتجاهلها. فيديكس. إنها واحدة من الشعارات الأكثر تميزا بفضل لونها الأرجواني والبرتقالي. هناك معلومات شيقة مخفية قليلا في هذا الشعار قد لا تكون لاحظتها من قبل. لا تكتفي فقط بمجرد قراءة شعار فيديكس، ولكن أمعن النظر فيها. هل تراه الآن؟ ركز على المسافة بين حرفي الإي والإكس. نعم، هناك سهم تم وضعه بذكاء ويعمل كعامل إيجابي للشعار، لأن السهم يشير إلى المستقبل. جيلت. لسنوات كانت هذه الشركة معروفة بشعارها أفضل ما يمكن للرجل الحصول عليه. وعندما حاولوا وضع 12 شفرة على موس حلاقة واحد، وحاولوا أن يذكروك ببراعة بما يقدمه. ماذا نعني؟ لنلقي نظرة فحصة وسنلاحظ قطع الزاوية في الحرفين الأول والثاني، والزاوية الحادة التي تمت إضافتها يجعلنا ننظر إلى الحروف كما لو أن الشفرة قسمتها إلى شرائح، وهو نفس الشيء الذي تبيعه وتقدمه جيلت. أمازون. يسيطر أمازون على العالم مثل جوجل، ولكننا لا نهتم لأنه مريح جدا وسهل الاستخدام. بالتأكيد استراتيجية التسويق والأعمال لدى أمازون لها دور كبير في نجاحها، ولكننا نعتقد أن شعارهم كان له دورا أيضا. لنلقي نظرة على ذلك. نعم، هناك ابتسامة تحت اسم الشركة، وهدفها أن تنقل لكم سعادة العملاء الذين يستخدمون خدماتهم. ولكن إذا لاحظت تربط الابتسامة بين الحروف، وتحديدا تربط بين الألف إلى الياء، وهذه طريقة بارعة ليقول لك أن أمازون تغطي إلى حد كبير أي شيء يمكن أن تحتاجه. 28. هذه الشركة من جنوب إفريقيا تعتمد على تقديم استراتيجيات وبحوث وخدمات تحليلية للعملاء المحتملين، ويعطي شعارها أيضا لمحترف الكمبيوتر شعورا بالسعادة. بالنسبة لأي شخص آخر، 28 هو شعار عبارة عن مجموعة مربعات مع اسم الشركة، ولكن لمن لا يعلم فهذه المربعات هي تسلسل ثنائي لواحد صفر واحد صفر 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 واحد صفر واحد صفر صفر. لكن ماذا يعني ذلك؟ إنها ثنائي 428. نعم، يبدو نوعا من الهوس، ولكن مجهز جدا وأصلي جدا. توبليرون. إذا كنت من محبي الشوكولاتة، فعلى الأرجح سيكون في حياتك الكثير من ألواح شوكولاتة توبليرون، وربما تعرف جيدا أنها معروفة بتعبئتها وتغليفها المتميز وشكلها الهرمي. ولكن هناك رسالة خفية على عبوتها، وإذا نظرت عن كثب قد تراها. فقط حاول النظر إلى الجبل. نعم، هناك دب، لكن ما المغزى من هذا؟ حسنا، الجبل يدل على سويسرا، أرض توبليرون، والدب موجود ليشير إلى بيرن، المدينة السويسرية حيث تم إنشاء توبليرون لأول مرة. يونيليفر.
تنتج هذه الشركة التي مقرها في أوروبا الكثير من المنتجات، ومما لا شك فيه أنك استخدمت بعض منتجاتها في منزلك كالصابون دوف، حساء ليبتون أو شامبو تريزيميه. تصنع يونيليفر كل شيء، ولكن يبدو شعارهم بسيط جدا، حيث يبدو مثل حرف يو أزرق عملاق، أليس كذلك؟ انظر عن قرب أكثر سترى أن حرف يو مكون من مجموعة مختلفة الأنواع من الصور الصغيرة، وقد قامت شركة يونيليفر بهذا عن قصد، ويهدف كل رمز لإظهار نوع من المنتجات أو قيمة الشركات المرتبطة بالشركة. فايو تقوم بتصنيع أجهزة التابلت والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر المكتبي، ولكن هل قمنا من قبل بالنظر بتمعن في شعار الشركة؟ على الأرجح لا، فهو مجرد تصميم خيالي لا يهدف لأي شيء، أليس كذلك؟ هذا خطأ. شعار فايو هو أحد تلك التصاميم التي يفهمها محترف الكمبيوتر قبل الأشخاص الآخرين. هل تعلم أنه في الواقع يرمز إلى جمع كل من التكنولوجيا السمعية وتكنولوجيا الفيديو في منتجات الحوسبة؟ نعم، هذا بالفعل. فحرفي الـ V والـ A هي في الواقع موجة تناظرية، والـ O والـ I هو الاستخدام من 0 إلى 1 في الرموز الثنائية. أماكن الفيسبوك. أماكن الفيسبوك هي أداة للمواقع تسمح لك ولأصدقائك والحكومة معرفة مكان الجميع في كل وقت. حسنا، الواقع أن هذه الأداة تستهدف المقام الأول مستخدمي الهواتف الذكية الذين يرغبون في تحديث مكانهم وبياناتهم على الفيسبوك حتى يتمكنوا من أن يظلوا على اتصال مع الأصدقاء. أخذ الفيسبوك قليلا من فلاك لأنه كان إلى حد كبير نسخة مما يقدمه الفورسكوير، والأسوأ من ذلك وما يزيد من الطين بلة، كان شعار الفيسبوك علامة أرجوانية عالقة في خريطة مربعة حيث تأخذ الطرق شكل رقم 4. كم عدد الرسائل الخفية التي كنت تعلم بشأنها، وكم عدد الرسائل التي بالفعل فاجأتك؟